من شهر أبريل وحتى مايو، أي مع نهاية فصل الربيع، ينطلق خلال هذه الفترة في ليبيا موسم الجلامة، وهي جز صوف الغنم، ويقوم بها مربو الأغنام للتخفيف على المواشي من حرارة فصل الصيف وعدم شعورها بالعطش، كما يستفاد من الصوف الذي يجمع خلال عملية الجلامة. وفي مدينة راس لانوف نظمت إحدى العائلات فعاليات تراثية للجلامة، تم فيه إحياء العادات القديمة بحضور عدد كبير من الجلامة والغناقة والمشايخ والشباب. 2020-21 هذه جزة عيد منشاشة في راس لانوف، ونشكر الجماعة اللي جاوا من بعيد وقريب لحضور الجلامة. هذا فيهم اللي جاي من جدابي، وفي اللي من البريقة، وفي اللي من سرت، وفي اللي من حط سرت، وفي من اللي من المرج والابيار والسلوك، كلهم جايين هنا يبوا يحضروا هالفرحة هالمنعبة. موسم الجلامة له طقوس خاصة تتوارثها الأجيال وما تزال تحافظ عليها رغم المتغيرات والتطورات التي تسببت في اختفاء كثير من الموروثات. جز الصوف أجلامة، يردد القائمون عليها عدة مصطلحات، منها المجلم وهو المكان الذي تتم فيه الجلامة، والرغاطة وهم الناس المتطوعون للجلامة بدون مقابل، وعادة ما يكونون من الأقارب والأصحاب، وكذلك الكتاف وهو الشخص الذي يرفع الخروف ويربطه لتجهيزه للجز، وعادة ما يكون شخصا قويا. أما الرحام فهو الذي يفك الخروف بعد الانتهاء من الجلامة، والضمام وهو الشخص الذي يقوم بجمع الصوف وضمها، وأيضا مصطلح الهجاي وهو يطلق على الشخص الذي يلقي الغناوي الشعبية المخصصة لموسم الجلامة. عملية الجلامة يتوافد عليها الأقارب والأصدقاء للمشاركة فيها، ويتم خلالها تنظيم موائد للحضور، وعند الانتهاء من جز الصوف يوجه أحد المشاركين الدعوة للجميع لحضور الجلامة لمواشيه.